واه البنات وعباد الله، واه العرض الله، راه خصكم تشوفوني كيفاش صبحت، راه كنموت. يعني الا قالوا جورطوما ما قالوا جورطوما، حتى جورطوما غادي وكنتقيه بحال شي محمى. انني وليت كنقول لا، هذه ما يمكنش تكون غير جورطومات المعده، هذه اكيد غادي يكون موكلني شي حد الدوكر. ما كانش تبارطاجيو اي واحد عنده هاد لا مالادي ولا هاد الاعراض باش كتجي جورطومات المعده. كاينش كتعيش اللي كدير الكونسير ديال المعده. الوغ البنات، بزاف الناس سولوني اشنو اللي غبرني 5 سنين. مي واحد الحاجه، جرثومه المعده اللي جاتني، جرثومه المعده هي اللي بنا نهضروا عليها، وبنا نهضروا على اشنو كيجي من ورا جرثومه المعده. فانا من بعد ما جاتني جرثومه المعده، البنات كما كتشوفوا، اول حاجه الناس كياخذوا وكيديو الذنوب وكيقول لك سكينه راه عاودت دارت عمليه تجميل، سكينه زيانات، سكينه تقادات، سكينه فعلات، سكينه تركات، سكينه هادي، سكينه هادي، سكينه هادي. من الداخل ما يعلم به الا الله. جاتني جرثومه المعده تقريبا في شهر 6، شهر 7 مربداتني. يعني الا قالوا جورطوما ما قالوا جورطوما، حتى جورطوما. في شهر 8 مشيت درت لي زاناليز، لقيت جورطوما المعده. من بداتني في شهر 8 مرداتني، في شهر 9 نعساتني في السبيطار في فرنسا، مردات مرداتني في شهر 10 نعساتني في السبيطار في تركيا. غادي وكنتقيه بحال شي محمى، مالها توكال. يعني موكله توكال اكيد، تقولي تحلفي عليها انا موكله توكال. الناس اللي ما كيعرفوش اشنا هي هاد جرثومه المعده، واحد الحاجه اللي كتجي ما كتعرفهاش منين كتجي، حتى حد ما كيعرفها منين كتجي، ابار انه كيقولوا لك لا بيبار ديال لي ميديسان كيقولوا لك راه كتجي من الماكله ديال الزنقه. انا ما يمكن ليش ناكلكم في الضرب، فيكو جو فواياج بوكو، نتوما كتشوفوا خدمتي كتكون لي مع الزنقه. انا جو في لا موتي دو ما في في الزنقه، يعني اونتر لي فواياج، اونتر مراكش كازا، لي كولابوراسيون ا دروات ا غوش اي تو، يعني اوبليجي باش غناكل ماكله الزنقه. ولكن فاش جاتني درت واحد لو ريجيم اللي هو كان ان ريجيم ديال 40 جوغ. 40 جوغ ما كانش كتدخل ليا الكرشي شي حاجه اللي مضاده على 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 لا جرثومه المعده. طبعا انا لو تريتمون اللي درت نتاع جرثومه المعده هو البيليرا. البيليرا هي اللي كليت لمده 10 ايام 8 ديال 4 12 حبه في النهار، 4 في الصباح و4 في الغداء و4 في العشاء. طبعا لي هادشي غادي مع اش، مع الريجيم. الريجيم اللي كان حاد 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 وانتيغدي باش انني ناكل بانانا في الزنقه، حتى شي حاجه. هادشي كله عشتوه معايا وعاشوا معايا البنات وشافوا هادشي. اوكي مشينا درت ولات ليا معدي شويه، بديت كنرجع كناكل شويه هذا هذا، كنشوف الماكله بحال نشوف دي امبرغر وداك التخربيق داكشي تخوكغا، كتجيني الخلعه. يعني لدرجه انني وليت كنقول لا، هذه ما يمكنش تكون غير جرثومه المعده، هذه اكيد غادي يكون موكلني شي حد الدوكر، رغم انني انا ما كناكلش عند حتى شي حد نهائيا. فاشنو وليت كنقول، كنقول انا عندي ان كونسير في المعده، ولا عندي ان كونسير في 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 المصارون ولا شي حاجه. مشيت درت التحاليل ما بقيت عندي حتى شي حاجه، صوف كيفاش درت التحاليل البنات ولا شوز اللي خلاوني نضعف. وانتوما يعني الناس كيجيجيو بزاف وكيبقاو كيهضروا. فاش درت التحاليل البنات، انا في الاول لقيت ان جرثومه المعده جلست عندي واحد شهرين ولا 3 شهور في هذاك الطو ديالها الحاد. ف انا اشنو دارت ليا، طيحت ليا لو بوا، طيحت ليا الشعر، لدرجه انني كنحط لكم الزيوت. لو ما كنتش كندير هذوك الزيوت كان شعري غادي يبقى فيه خويط. غنقول لكم علاش، لانه بزاف الناس كتعجبها غير تهضر مي ما تعرفش اشنو داكشي. علاش انا قررت انني ندير لكم هذا اللايف مفصل على اي واحد، وما كانش تبارطاجيوه اي واحد عنده هاد لا مالادي ولا هاد الاعراض باش كتجي جرثومه المعده. اول حاجه كتجيك بالستريس، كتجيك بالشك، كتولي كتشكي في اللي حداك في جنابك، كما كتنعسيش باقي بالليل، كتخسر لك النعاس ديالك، كتجيك بالتقيه، اي حاجه كليتيها حاشاكم تدخل نوطه كتقييها، كتجيك بالحاجه الحلوه كتاكليها بحال كليتي شي بونجا، ما يمكنش الماكله ما كتبقى تطلع ما كتبقى تهبط، تتولي المعده ما بغات حتى شي حاجه. اي حاجه كتاكليها ليها هي مضاده ليها هي، بعدا كليتي العصير الا شربتي العصير ولا كليتي الشوكولاط الحاجه الحلوه كديرها كتقص تقص تق، تتولي يعني كتضحك كتفرح من الاعماق ديال القلب ديالها.
فمن بعد البنات اشنو درت انايا؟ درت قلت لكم مشيت عند الدكتوره ويصال، مشيت للابوراتوار الانوار، داروا وقفوا معايا طبيبات تبارك الله عليهم. كلشي تتقولوا صحيح والله الا جربته. بيان سور انا كنعيش عشت واحد الحاجه اللي خايبه وخطيره، وفوكم خونت واحد الحاجه ان جرثومات المعده الناس ما كيعرفوهاش راه فيهم، تيبقاو كيمشيو كيقولوا انا فيا المعده، شربي الشح شربي الزمر شربي هذا، وما حد كنتي تشربي وهي كتهيج 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 اللي كدير الكونسير ديال المعده. لا شوز اللي حنا بزاف المغاربه ما كنعرفوش، واللي واحد 30-40% ديال المغاربه فيهم جرثومات المعده، على حساب الطو كيفاش داير، على حساب المعده، على حساب الانسان لا كاباسيتي ديال اختي. انا درت الدواء ديال المغرب، درت الدواء ديال فرنسا، تبعت معايا الطبيبه ديالي هنايا في المغرب، هذاك الحبوب اللقاح العسل منو كطططط حتى شي حاجه ما كتحيدها، من غير البنات الله يرحم والديكم بالليره هي اللي نقدر نعطيكم، هي اللي كتحيدها وكتخرج من المخرج وكتولي المخرج ديالك واحد اللون خايب كحل. الله يستر توكل، هذاك توكل انا بوغ موا جرثومات المعده ايتيغال توكل صافي. المهم انا لا من بعد انا مشيت درت لي زاناليز كو ديالها، ما درتش لي زوتر اناليز، لقيتها ما فيهاش طبعا كلامو انسون فيش باسكو جي با لطون باش نقابل صلحتي، انا خدامه جري من هنا 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 جري من هنا، ما قابلتش راسي ما قابلتش راسي، صحتي كتنزل. نتوما كتقولوا لي واو انا عاجبني راسي ضعافيت، بيان سور اي وحده كيعجبها لا بيلوري فوالا لا ايلو باكتيري بيلوري هي بالفرنسويه، يعني انا عاجبني راسي ضعفت، وليت كنلبس دي 34 في كرشي، وليت كنلبس دي 36 في الباسان ديالي، وليت كنلبس دي اكس سمول في الفوق، عاجبني الحال. اي وحده كتشوف راسها ضعفت كنقول انا درت معايا المزيان، انا بخير وانا على خير، انا هذا انا هذا انا هذا انا هذا. وليت كنحل شعري كنلقى خويط في شعري، وليت كنطلع في الدروج جوج درجات ما كنقدرش، وليت كنمشي الرياضه كنطيح كنسخف، وليت كنصبح هنايا صفر. لا اذا كاينه شي حاجه كي فابا، اشناهي هاد الحاجه اللي كي فابا البنات؟ كنقول او مشيت درت لي زاناليز اللي كيتبعوا من ورا اللي نورمالمون هما خرجوا لي ديجا الحديد ناقص عندي 6، يعني ضربات لي الحديد. او الطبيبه كانت كتقول لي اجي ديري الحديد اجي ديري، ويلي انا دابا نشرب الحديد ويلي تانت الحديد راه تناكل وحيد بالك عليا، طبطي فرعوا لينا راسنا حيد بالك عليا. مشات سكينه فين كيا شهر واحد، درت تحاليل نقص في الحديد ما ديتها فيه، نقص في الفيتامين ما ديتها فيه، بقى داكشي كيدير كيهبط كيهبط كيهبط. وليتو نتوما تقولوا لي سكينه مال شعرك، سكينه مال شعرك. مشيت درت لي زاناليز اللي مختصين في اشنو كيطيح الشعر، بغض النظر على العين، وهي كاينه العين وكاين بزاف د الحوايج، ولكن اشنو اللي غادي يطيح لي الشعر لهاد الدرجه هادي. مشيت درت لي زاناليز ديالي كيما كاع الناس، ان بيلون تشيك اب اللي كان على الدات ديالي كامله، لقيت البنات بلي كان مضروب ليا الخزان اللي هو السكر، كنت كنلعب انني غادي نتضرب بالسكر، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لقيت 3.5 في الفيتامين دي اللي خصها نورمالمون تكون عندنا 37، ولقيت 6 في الحديد. يعني واحد الانسانه فاش شافوا لي ميديسان لي زاناليز الاخرى كيغوتوا، شدوني بزز صحة، يعني حتى وليت في السبيطار ناعسة اوسبيطاليزي مهزين بالسيرومات والدنيا. كنضحك جو بخون تو على ليجير، بواحد الطاقة ايجابية، كنقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل ليا، انا غادي ندير الحديد ديالي وغادي نخرج كأن شيئا لم يكن، وناكل وما كاين حتى شي مشكل وهذا، وتنزيد وصافي. يعني اي وحدة كتقول لك ما غاديش تردي البال كي غادي نكون انا رديت البال على راسي، درتو. قال لي الميدسان سكينه راه خصك دابا، يعني خصك تمشي ديريكتومون للدار غادي ترتاحي، بس صبحي مزيانه. وا البنات وعباد الله والعرض الله، خصكم تشوفوني كيفاش صبحت، راه كنموت كنموت كنموت، راه كنقول الموت هادي، راه سمحت في كل شيء، راه امبوسيبل انا باقي نرجع ليطا اللي رجعت ليه، راه صحتي الباس افون تو سي فيني، افون الخدمه افون تو. شفت الموت، وسورتو كو حنا في لافامي ديالنا ماما الله يرحمها مات عندها 36 عام، جدتي عندها 59 عام، ولد خالتي عنده، ولد خالي عنده 28 عام، خالتي الاخرى عندها 38 عام. فاشنو غنقول لكم؟ صافي كنقول انا غادي نموت، ما كاينش شي حاجه اخرى من غير انني غادي نموت، كنقولها بيني وبين راسي انا غادي نموت انا غادي نموت انا هادي هي الموت.
تخيلوا البنات قسما يمين بالله كندير هكا بيديا كندير هكا كنغوت بوحدي بوحدي كندير هكا كنغوت. واحد الطبيبه باغازاغ الله يخلف عليها الله يرحم لها الله يرحم لها الله يرحم بها الوالدين الله يرحم لها الوالدين جات بات كومونتي من عندي واحد الجليليبه تاع تعيط للناس تعيط لي نيميرو هذيك الجليليبه سولد اوت. شدات النمره ديالي باغازاغ صيفطات ليا لقاتني كنموت مع 8 الصباح كنمشي على رجليا كنحبو ما كايناش البنت مريضه ميته كنموت كنموت. كنقول ليها كنقول لها اختي ما كاينه لا هكا جلاج اللعبه لا التكليف عليك لا مالكي. قالت لي انا راه جو سوي ميدسان كيسكو تو. قالت لي انا راني نتبعك نتبعك اشنو عندك. قلت لها انا ما عرفتش اشنو عندي انا جو بونس كو عندي ان كونسير اكيد انا عندي ان كونسير. قلت لها لي زاناليز غادي نعاود نديرهم وغادي نطلع ندير تشيك اب ديالي في فرنسا. انا الحمد لله عندي مراقيه عندي لا سانيزيس ديالي في فرنسا عندي مسائل ديالي شوي ريزيدون فرونسيز عندي كل تصبط ندخل ليه نعس تيقول عليا سد راسي وغادي نخرج في حالتي. قالت لي اشنو. قلت لها راه اللي وقع لي واللي وقع لي واللي وقع لي دخلت راسي داك الشيء. قالت لي لي زاناليز. قلت لها غادي تعاودي لي لي زاناليز نتا دابا نتا 48 تويتر. قلت لها اوكي شديت لي زاناليز ومشيت للسبيطار داك الشيء وغادي طبط طبط. كنعيط فين ما كان شي صاحب شي واحد شي صاحب صاحب شي حبيب شي واحد ما نعاودش لكم. كنتمرمد في الضرب وحدي في صمت. انا نعيط نعيط للابوغاتوار قلت لهم انا ماشي اللي بيهزني من البيت عندي للصالون بحال درت شي افوغ نتاع 100 كيلو مشيت فيها على رجليا. قلت لهم انا بغيت شي حاجه تجي عندي طال الدار عندي دي بروبليم في الخدمه. مشيت لابوتيك بالبيجامه ديالي واقفه على الفوتوغراف لحد الان مازال ما حطيت لكمش تصاور. واقفه على الفوتوغراف كنشوف كنقول الموت عباد الله هادشي صافي الموت 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 هادشي كله نهار الاول في رمضان ونهار ثاني في رمضان راه بين راه مشات بين ليله وضحاها البنات. راه شوفوا راه كنت موجده لكم اي عرفتي راه كندير واحد لو بروغرام في رمضان وحق الله على العظمه نقول لكم غادي تعجبوا راه ما تتمشوا غير فين مشاكم الله. مشيت انا قلت لها اوكي داكوغ عيطت للابوغاتوار غتجي عليك كيديروا لو سيرفيس ا دوميسيل انا تشيكيت كلشي لا تيغويد دروك انا ايما غاست ان سول تروك هو تيو ديال المعده فور فوغ غادي ياخذوا لي واحد العينه باش نشوف يعني فريمون باش نحيد هذاك الشك ديال سي جي ان كونسير فوالا باسكو ما فالخصني انا نحيد هذا الشك باش ما يبقاش عندي حتى 0.01 لانه افورس انني نقدر ناكل شي حاجه كيفو با كنعيش واحد الحالات الاكتئاب كتعيش لي فواحد الحوايج اللي خايبين. المهم هذا الشيء هذا خذوني كتجربه ولا خذوا هكا مع مني انا ما هضرت لكم على حوايج خايبين خذوني كيما بغيتو تاخذوني ولكن حلوا وديكم مزيان معايا عافاكم اشنو كنقول لكم باش تعرفوا الصحه راه مهمه لواحد الدرجه بزاف. ما علينا مشيت درت التحاليل صيفطتهم لهذيك الطبيبه. قالت لي وحق الله على العظيم وباقي غادي نطلبها وغادي نطلع حتى لاكادير على قبل الحبله اللي قال بدا هو على راسها خصني نعرف راه شوفوا. قالت لي سكينه قسما بالله على العظيم قالت لي الا الناس بحالك اوسبيتاليزي شهر وشهر ونص بالسيروم ونعسين هكا. كيفاش قالت لي انت واقفه؟ قالت لي انت كيفاش واقفه عباد الله؟ قالت لي علاش انت واقفه؟ اشنو عندك؟ شنو تابعك؟ اشنو كنقول لها راه انا راه لي زونغاجمون عندي مع الناس وبنيتي الله بداو شادين الخدمات وعيالات دايره معاهم نحط لهم حليوات يتعاونوا مع مع والديهم وهادي 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 وهادي. وقالت لي انا هاد الهضره كلها ما غاديش نسمعها انت غادي ديري حاجه وحده غادي تتبعي لي هذا الريجيم. عطاتني واحد الريجيم تناكل فيه كل شيء الشوكولا نوار الشوفان كناكل فيه كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء الحمد لله. غادي نعطيكم السميه نتاع الميدسا غادي نطاقع لكم في لاباج غادي هي ما بغات لا طاق لا والو الصراحه ما غاديش نطاق عليكم تنتشاور معاها باسكو هي ما كايناش ما بغاتش هذا الشيء هذا. تنزيد كنتفرج في هذاك الفيلم كيدخل عليا الاكتئاب ورجع عليا داكشي ديال الحبس كندير هكا وكنجاوبش الناس في التليفون وكنقول صافي انايا هادي بنت نموت صافي صراتو النبي خرجوا لي الاكتئاب ديال الحبس وهذاك الفيلم وكان هذاك الفيلم محطني وفكرني بالناس وشي بنات ودار لي واحد
واحد لي ماجو ام عاتي انا هاد الايامات باش نوض لبس داكا ودكتي طرات دايره واحد لي فوق باش نخرج من هذاك الشيء. ورغم ذلك انت هو اللي الناس اللي كتبعني ديما راه كتشوف بلي وجهي ماشي هو هذاك وحالتي ماشي هي هذيك. كنقاوم باش نوض. مي الحمد لله قدر ما اللهم شاء افعل عليا وعلى صحتك. نحمدك يا ربي وشكرتك اللي جات من عند الله مرحبا بها وما غاتجيش نقنط منها رحمه الله. ما علينا عطاتني الريجيم دروك انا سو ريجيم فيتامين دي حقنت الفيتامين الحديد. بغيف من بعد خرجت لي شي حويجات بحال الكيك خصني نصاوب الكيك راسي ماشي ديال الزنقه خبيز ديال الدار فوالا. وقالت لي الا عشقتي هكا خصني نخرج باسكو كنداوي لي دو كنداوي باسكو خلات لي داك الاكتئاب وداك صافي جو مون فو. وصلت لواحد المرحله كنقول جو مون فو اشنو غادي ندي من هاد الدنيا جو مون فيش ما باقي بيت والو. واش فهمتو كنقول ما باقي بيت والو صافي نتا انا غير في صحتي نخرج. والله العظيم الا كنبارطاجي معكم جي انيلي 8 تاع لي كونطرا انيلي جي رومبورسي لي جون 8 ديال الناس ما بغيتش جو نو فو با دارجون 8 ديال الناس عطيتهم فلوسهم قلت لهم سمحوا لي وبرسك بست لهم ريوسهم في التليفونات باسكو ما قادراش. الناس اللي كاينين في مراكش هما اللي خدامه معاهم والناس اللي عندي معاهم دي كونطرا ديال 6 موا وديال ان هما اللي خدامه معاهم. وجي فيدي هاد لا شومبر راه قلتها لكم جي فيدي هاد لا شومبر باش نصور لكم منها كلشي سو دي بلاص عندي لي برودوي تيجوني حتى عندي الكراتنا هما حتى عندي كنز مسكينه عليا الله يخلف عليها ويرحم والديها صيفطات لي اي حاجه بيو عندها درت لي زانجيكسيون. انا جي ديباسي لوطو انني نشرب الدواء الحليب كان كنشرب واحد الحليب خصني نوريه لكم دابا ندير لكم ليه ستوري. كنشري قرعه قديت داك الطريبي جميله ب 48 درهم ولكن شي خصني نشرب 3 باغ جوغ. درت لي بول انرجيتيك غادي ندوي لكم عليهم كلهم في ستوري. كنشرب كناكل كل شوكولا نوار شريت دي باليت دو شوكولا نوار كناكل بزاف ديال الشوفان كناكل لالين وكناكل هذه سميتها ديك الشيا حبه ديال الشيا كناكل الشيا هي اللي كناكل فوالا. دابا واحد لاشوز اللي دروكا ما عرفتش اشنو ندير. دابا انا كنخرج صاحبتي كتجي كتسوق بيا ولا كنسوق انايا بوحدي وكنمشي بشويه عليا باسكو جي با دو فورس جي با دو فورس والدهن ديالي بحال قلتي تيتشرد تيمشي وتيجي ف ميم ما فوا يعني تري باس صحتي مهلوكه ما نكذبش عليكم لولين لولين صحتي مهلوكه ما فوا يعني تري باس كنمشي بشويه كنوض بشويه ما بقاش كندير لكم ستوريات كثار غادي بشويه حتى نرجع صحتي فهاد سميتو لي كونطرا الناس عافاكم اللي كنت دايره معاهم لي كونطرا في كازا لي ريستوراتور في كازا سمحوا لي جانيول اي حاجه انيوليتها مع الناس اللي كيشوفوا فيا سمحوا لي الناس اللي خليتهم راه فريمون الناس حدايا وفوالا وما غاديش تكون بيني وبينهم شي حساسيه في الخدمه داكشي باش خليتهم فاهميني وعرفتهم وعارفيني قبل ماشي بحال لي كونطرا الاخرين ما كتكونيش عارفاهم ما كتكونيش جالسه معاهم. فهاد الناس هادو كلهم اللي كتشوفني كنبارطاجي معاهم فهما معاونين معايا على الخدمه اي باش ما نسدش على راسي في الدار ونبكي ونمرض ونقول لمامتي انا شعري طاح باسكو شعري طاح ومشى اي باش ما نكتئبش اي خاصني نطلع شوي بشوي 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 حتى نوقف على رجليا بلا كنخرج باسكو خصني نخرج باسكو واحد الانسان اللي مبلي كيخرج انا جو سوي هكا ديما بوزيتيف فايبس بوزيتيف فايبس كنفيق كيكون عندي مشاكل الدنيا والدين وكندير معكم غير بوزيتيف فايبس بوزيتيف فايبس مي كي مابقاش جني بلو دو دينيرجي بوزيتيف اللي غنقدر نعطيها لكم بوغ لانستون سي بوغ هانتوما شوفوا عرقت شوفوا عرقت نقول لكم ماشي اي حاجه تكونوا تتشوفوها تقولوا راه زوينه هانتوما لابساهم قاده ودايره دي بوكل ودايره مكياج ايتو ولكن داخل عن بيه يلاه مايمكنش نجلس في الدار باسكو فاش جلست هاد 5 ايام كنحس براسي هاكا داكشي تيدخل ليا وافكار خايبه كيدخلوا ليا خاصني نخرج ولكن ما كنخرجش تاني بزاف شوفوا عرقت
مي فوالا قدر الله ما شاء فعل لي. خصنا دائما نحمد الله على اي حاجه عطاتنا سواء زوينه ولا خايبه. تنعيش حوايج زوينين وكنعيش حوايج خايبين. الصلاه اللي كنت قلت لكم تحفزوا الصلاه والله القسم بالله الله يسمح لي ركعات كندير لهم فرت 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 القران كي هكا داك داك سميتو كيمشي وكيجي بيا. فاش كنحس براسي من ورا الفطور هكا كليت وداك الشيء كنخرج كندير شي ستوري وكنرجع. هما خرجت حتى البارح ماشي كنخرج ما خرجت حتى البارح. الحمد لله على كل حال. كنتمنى ان اللايف يكون عجبكم استفدوا منه صحيا كلشي. واللي بغيت نوصيكم عليها خذوها من عند اختكم صاحبتكم بنتكم حبيبتكم مكرهه ديالكم اللي بغيتو غلامور. الفقصه اللي بات فقصك ما عندك كيما ديري بها. هذه هي الحاجه اللي خرجت منها من هذا المرض. فاش غنقص هذا المرض هذه قسما بالله على العظيم وعد وعد شرف لنفسي لراسي لذاتي. انا شفت امي مات عندها 36 عام فقصتها فوالا. انا اللي بتفقصني بحياتي قسما بالله تنمحي الدمه من حياتي. محيها محيها شديها ومحيها ماشي محيها دوز عليها ما عرفت اش محيها. اللي بتفقصك الحاجه راح صحتك قبل من اي حاجه. والغديد الغديد هما اللي كيديروا هذا الشيء. هذه هي النصيحه اللي غادي نقول لكم. بزوات التليفون بيطفى انا طفيت. في الله بسلام عليكم. مجله لالا العروسه اخبار حصريه بجوده عاليه. لا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الاخبار.